سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. ولو انفرد واحد عن واحد فيما رواياه عن شيخ بزيادة قيل المنفرد فيها عند الأكثرين. أجل هاتوا واحدك لواحدك ومنفرد بو يعني واحدة لواحدك جاب وو فيما رواياه لشتيك على رواياتك كالروايات ينكر عن شيخ لأستاذك بزيادتين يعني هردو كان ليك شيخ وحديثك عن روايات كربو بلام زيادة كتابو داني كان رواياتي كربو أو تيان رواياتي نكردبو شاكا. قيل المنفرد فيها عند الأكثري قيل قال أويك قابل قبول ولا جيره أويك ومنفرد لزيادة كذا يعني أو يكيان وزيادة الرواية الكردوة أو ورقرين عند الأكثري بو لأن معه زيادة علمين شن أو زيادة علمين لقلايا يعني نختك إزافة يا علمي زوات المن بيقين. وقيل لا قيل قال نخير بوشي لمخالفته للرفيقه لما رويك مخالفة الرفيقي خوي كردوة كزيادة كي الرواية دنا كردوة أو النازش كالروايات كردوة لقى الرفيق كيا متفق عليه هردو كيانا كديانا أو بقوة ريك. ولو أسند وأرسلوا أقر هاتو حديثك رواياتي يقدان للراوية كان إسنادي كر يعني حديث سندي حديثك يبرد وصل في أغمار درو دي خوانا سربي. ولو أوان وأرسلوا وإرسال يعني كريني بشي ويمرسل حديثك يعني ذكر كر واتا في أغمار يعني ذكر نكر للرواية كادر ودي خوالي سربي أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته هي كيان. ولو أرسله الباقون شون بأن لم يذكروا الصحابية صحابي كان ذكر نكر كما يعلم مما يأتي وكلام صحابي كان ذكر نكر بوكل وبدوادي أو وقف ورفع يا يجنف وقف كا أما اشتباه شبته أو رفع ووقف سنة برابر إسنادك يعني حديثك الرفع كا سندي حديثك برزك أبو في غمر درودي خايل سربي بلام أوان وقف كان لا تابعية يا للصحابي الران قلت به كذا بخط المصنف ولي وسهو نوايا وصوابه أو رفع ووقفه أي رفع الخبر يعني واحدك إلى رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته كلا الرابية كان ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه باقي كلا سل صحابي على سل من دون صحابي رايقر شاكا أو فكزيادة أو حكم زيادة يعني شي ما نباري زيادة ود أو يجبو إيرا مترحة أي فالإسناد أو الرفع كزيادة فيما تقدم إسنادك يا رفعك وزيادة لما تقدم ده. فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع بلى يعني أقل مثلا وتصورك مجلس سماعك متعدد به وبتعددك زانرا لا يعني شيخ أو سماعك لشيخك كراوة أو إسنادك قبولك ليه يا لصورة الرفع على رفعك قبولك ليه لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى شنك جائزة أو شيخة مثلا جاري إسنادي كربي وجاري ناي كربي جاري الرفعي كربي وجاري ناي كربي وحكمه في ذلك القبول على الراجح راجح وايا قبول كريم. وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس وهربو جوري أقر تعدد المجلس كجنزان ريه ولا اتحاده اتحادك كجنزان ريه يعني هم اتحاده هم تعدد هل كان مجهول لأن الغالب في مثل ذلك التعدد شن غالبا لو مواردنا تعدد مترحة وإن علم اتحاده وأجر اتحاد مجلس غزان را فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه دروس هم أوانيك لفشا لمورد زيادة ووتما وقف لقبول لعدم قبول. والرابع إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل شوارم أو يعني قولي شوارم أجل ما نندي أمانك إرسال ينكردوه يا ما نندي أوانوا وقف ينكردوه عادة لذكر إسناد ولذكر الرفع غافلنا بن لم يقبل وقبلنا كره واحدك رفعك يا إسنادك
او عن بالي بوشي او عن مثلا او اسنادي شان بلاوه مهمه بلا ام ذكر يعني كردوا رفع شان بلاوه مهمه بلا ام ذكر يعني كردوا كوات ام رفعي اما يا ام اسنادي ام شذروزنيه والا قبيله يعني أقروانا بمثل المرسلين أو الواقفين لا يغفلوا عادة عن ذكر الإسناد والرفعي وقبول كيف إن كانوا أضبطا أقر أو أنضبط يعني زيادة بو كنترول بو والقرني حديث أو أنضبط تلبو لواحدك أو صرحوا بنا في الإسناد أو الرفعي على وجه يقبلوا يا تصريح يعني كلب نفي إسناد مثلا يا رفع بجوري قاند يعني كلام حديث هذا إسناد ورفع نية أو لسا وجهك قبول كري على وجه نسوى شيء او يقبلوا او بعد قبولك ليه خبرك كان قالوا ما سمعنا الشيخ اسند الحديث لا لسال وجهك قبول كريه وقامك وتويت يعني ما سمعنا الشيخ اسند الحديث او رفعه وتعارض الصنيعاني هذا صنيعك متعارض يقبل يعني صنيعي اسناد وارسال اقر اسناد لقل او ان مسام اسنادك او ان ارسال كان أواد صنيعك دش بيك بس يا أجر أم رفعك أو أن وقفك أو وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق أن يحصل التعلق لبعض الآخر به حذف بعض الخبر جائز للرواية كردنا للا أكثر مجر بجور كوابه أن يتعلق يعني أن يحصل التعلق للبعض الآخر يعني مجر تعلق بو بعض كي تربي به بو بعض محذوفه يعني أو بعض كمذكورة بيوندي ببعض محذوفة كوية فلا يجوز حذفه اتفاقا لو كاتا لإخلاله بلعن المقصودي شنك زلالة معناه مقصودة ده كأن يكون غاية أو مستثنى يعني وكو بشد ومكا غاية بيا مستثنى بيبو أولك كما في حديث صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي نهي كردوة لبيع الثمرة حتى وكو بيئة يعني بدوي صلاحي به وحديث مسلم لا تبع الذهب بالذهب ولا الورق ورق بالورق إلا وزنا بوزن مثل بمثل سواء بسواء بخلاف ما لا يتعلق به بخلاف كتعلق آية دروزنية مثلا لا حديثية كما حتى تسي حسف كين دروزنية مثلا حديث دوما إلا مثلا إلا وزنا بوزن مثل بمثل سواء بسواء حسف كين بخلاف ما لا يتعلق به ففي شواني أوي كوا محذوفة كبيه ونديبة مذكورة كنبه فيجوز حذفه أو كاته لأنه كخبر مستقل حكم خبرك مستقل هو قيل لا يجوز لاحتمال أن يكون للضمير فائدة تفوت بالتفريق أو قيل لا ولا جائزني حذفك إن شنك شاهد أو لما يعني اللي كان دني محذوفة قبل إن بقى مذكورة كوا فائدة كتابة كأجر إبيته جاي كين ولا يقبل معنا أو قسمة حذف كين أو يتري ذكر كين أو فائدة بفوته بال أمجرا دي وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى يعني تو أمان نزيك بكرو لشي نزيك كمو لمنع الرواية بمعنى يعني أعواني كوتتي أو دروزني أو دوانا ليك هل بيري أشيت سرقسي أو أنا كمنع الرواية بمعنى كردوه كما سيأتي لو بدو باسي أكين كالرواية بمعنى درستو كديانا برامبر الشهية منعيك مثاله حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو التهور ماءه الحل ميتته السيمتين الحل ميتته حذف كي شنو هيك مربوط بجوابك في البحر هو التهور ماءه هو ونيا وإذا حمل الصحابي قيل أبي التابعي مرويه على أحد محمليه المتنافيين كالقرء يحمله على الطهر على الطهر أو الحيض فالظاهر حمله عليه يعني أجر صحابي يا حتى وجد رواه تابعيش رواية شدك خوي بعض حملي كرد السريك لدو محمل متنافية كي مثلا ليس للرواية تكابرين قرأ هيا كقرأ دو محمل متنافية كي كان حيض وكان طهر أم حملي كاتسر طهر ياسر حيز ظاهر وايا بغي دبي حمل كريت السري بو يعني أبي بري يا مجموعة معتقدين كأو منزول أو يكيانه بوش اللي أن الظاهرة أنه إنما حمله عليه لقرينتي شنو ظاهر ويا بويا أو الراوية يعني أو الصحابية أو تابعية حمل كريت السري أو إلى برقرينة وللواء وتوقف شيخ
شيخوكي أبو إسحاق الشيرازي أو توقفي كردوة لويك حملي كاتسر أو يوا صح وراوي راوي كحمر كروسري، حيث قال فقد قيل يقبل بلى يعني أو يقول بلى وتلا وقبولك لي ولي عندي فيه نظر. بوشي عندي فيه نظر نزلت يا أي الاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة. شك شاية تونية كحمر يكيسر قولك أو لبر قرينة نبي لبر موافق الرأي أو به ده موافق الرأي إيش جاله خو مثلا أو اشتي صحابي حجدنية قول صحابي، وإنما لم يساوي التابعي الصحابي على الراجحي لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب. ديار الرواية مصنف وايجان دوك التابعي يكسانية لك الصحابية بناء الراجحة قولي أولك أها تابعي كي بقيل ذكر كردوة على لبروية شون أقل قرار بلبر قرينة به ظهور قرينة بصحابي أقرب ونزيك ترى ولي أقل دو محمي اللي بو حديثك وإلا بلا متنافين بون وإن لم يتنافيا المحمل أي المحمل علي وديان الرابية كجمر لك إخوة حمق لو سداني كان فكالمشترك في حمله على معنيه أو حكم مشترك هي لا أوداك حمك يسر هدو معناك آيا دروس تحمري كي نسر هدو كان يا دروزني كأماك حملي كي نسر هدو معناك الذي هو الراجح جاك أو كهر أو راجح اللي فيشا باسمه اللي يكردوه چل روانگه ظهوره و چل روانگه احتیاطه و یعنی ظاهر و برچاوه للاکی شو احتیاط وایه که حمر که سهر دو معناه که کما تقدمه فیحمل المروی فیحمل المروی على محمله كذلك ولو كانت دا مرویه که حمر که سهر دو محموله که كذلك وكو أي كباس مانكر يعني وكو حمل مشترك وسدو معناه ولا يقصر على محمل الراوي. إذا تبودني مثلا حم قصري كي تصير محمل الراويك إلا من القول إلا على القول بأن مذهبه يخصص. ما قرب شيء نصير أو قولك قبلين مذهب الراوي مخصص أما بتنيابه أو يعني نبو أو يتريان. وعلى المنع من حمل المشترك على معنيه ولا سر أو لا ينش كمنع منع ما نكال كمشترك حمل كنسة هدو معناك يكون الحكم أو حكم قوابه كما لو تنافى المحملان أو كات وكشون نكاتي تنافية أتوان حمل كنسة أو الراوية ك وهر وهدو والتوقف تيايا وأمانة بوجورين دي كما قال صاحب البديع كما قال صاحب البديع كل شيء وتأتي المعروف أو كناس لو حمله على محمل الراوي أها أبيت وظاهرة كي خبر كنت من فالظاهر حمله عليه حمل كناس محمل الراوي قال لا وتأتي ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره ودوري جنيا لو كبر باو تأويل صحابيك يا بلين تابعيك إذا الراويك تأويل أو حجة لصغير خوينيا فإن حمل أي حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره بلا مدرهات الصحابية كم مروية كي خوي حمل كيسا غير ظاهرة كي مثلا تأويله كربو كأن يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أو الأمر على الندب دون الوجوب مثلا فالأكثر على الظهور أكثر لسر ظهور كان أي على اعتبار الظاهر المروي يعني نسأل اعتبارا كظاهر مرويك والجيري وفيه قال الشافعي رضي الله عنه كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته مثلا أكثر واي حملك لسر ظهورك يعني لسر اعتبار ظاهري مرويك نكتأوي لصحابيك بوتي شن ما الشافعي فرميتي باشا من شون حديثك يعني ظاهري حديثك نزلي هل أقرب بقول كسك أقر هاو عصري أو بواتام لحججته حجتمي قاماك عليه أو وقيل يحمل على تأويله مطلق حمل كيسة تأويل مطلقة أو حمل كيسة تأويل حملين كلمة لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليلين نانا هذا تعويل صحابيك بمطلقي ودائري إطلاق كان لدو هيا زامري باش حمل كينا سر بعض تأويل الصحابيك
بمطلق لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل. حمد دليله قلنا في ظني رين لزني خوا دليلها وليس لغيره اتباعه غيري أو بوينيا تبعية لك فيه باشا وإيش هو ليس على غيره وباش تلو وليس على غيره اتباعه فيه يعني بوينيا عرفت إشكالية تبعية شليكا وقيل يحمل على تأويله حمل كيس تأويلك أما نكبشة بمطلق بل إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بوشرته أو راوية فناي بردبي بو تأويلا چونك علمي بقصد في غنبر بو درودي خالة سربية إليه بولا أو معنى مؤولك شاكا من قرينة أو شو بو يدير كتو من قرينة شاهدها لا قرينة يقول كقرينة غير ديوة مثلا قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه أنا بابا أوك أو يبو جور زاني و يعني ظني بابا بياكر وكابة ظن وديارة بو غيري أو دروزني اتباع بكافيه لو موردنا يعني نك أقبها بو دروزني بو يكاني أرى تبعيتي دروزني ولا تبي لك أبيتو هالحمل كيسر ظاهر وشي اللي أن المجتهد لا يقلد مجتهدا شون كمجتهد توك أخوة اجتهاد كينا تقليدي أو صحابية مجتهدة بكي يا أو تابعية مجتهدة فإن ولا فإن ذكر يا ذكر فإن ذكر دليلا أجر هات الرابية كذكر الدليل كي كلا ستأويل كي خوي هو عمل به عمل بو دليل أكريد الموفق بإن شاء الله.